الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله. من إذا رأى الشخص في منامه الديك الأحمر في المنام تدل الرؤية على الفرح والسعادة الذي يعيش فيها الرأي في حياته، والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء في منامها الديك الأحمر دليل على زواجها من رجل كانت تتمنى الزواج منه، والله أعلم. رؤية المتزوجة للديك الأحمر في المنام علامة على السعادة الزوجية التي تعيشها هذه المرأة في الواقع، والله أعلم. رؤية الديك للحامل في المنام علامة أنها ستلد طفلا ذكر، والله أعلم. إذا رأى الشخص هجوم الديك عليه في المنام دليل أن هناك أشخاص يريدون أذية هذا الرجل، والله أعلم. رؤية هجوم الديك بعنف في المنام علامة على المشكلات والمتاعب في حياة صاحب الرؤيا، والله أعلى وأعلم. تدل الرؤية أيضا أن هناك أشخاص يدبرون مكيدة كبيرة لهذا الرجل، فعليه الحذر، والله أعلم. إذا رأى الشخص في منامه بيض الديك تدل الرؤية على فرصة كبيرة في حياة الرائي يجب أن يغتنمها، والله أعلم. رؤية بيض الديك علامة على المكاسب والرزق الوفير، والله أعلم. رؤية بيض الديك علامة على السيادة والقوة التي يتمتع بها صاحب الرؤيا. رؤية سماع صوت الديك في المنام علامة أن الرائي يتمتع بالنشاط والهمة العالية في حياته، والله أعلم. سماع الرأي صياح الديك في المنام يدل على وجود أشخاص أخلاقه سيئة في حياته يدبرون له السوء، فعليه الحذر. رؤية صياح الديك في المنام تبشر بتفريج الهموم والشفاء من المرض، والله أعلم. رؤية سماع صوت الديك في المنام تكون علامة على أخبار سعيدة قريبة في حياة صاحب الرؤيا. إذا رأى الشخص أنه يسلخ ديك في المنام علامة أنه يقوم بأشياء مهمة يجب أن ينجزها في الحياة. رؤية ذبح الديك في المنام علامة على المروءة والشهامة التي يتمتع بها الرائي. رؤية ذبح الديك في المنام علامة على موت صديق أو موت صاحب الرؤيا، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص الديك الرومي في المنام تدل على بشرى سعيدة سيبشر بها قريبا، والله أعلم. رؤية الديك الرومي علامة على المكاسب التي يحصل عليها الرأي في واقعه. رؤية الديك الرومي له انعكاسات إيجابية على الرأي في حياته. إذا رأى الشخص الديك الرومي في المنام يعني رزقا وفير وأموال كثيرة الأيام القادمة. رؤية الديك عامة رؤيته كويسة، يعني نقرة الديك للأسف مش كويسة لو جاب الدم، علامة على وفاة صاحب الرؤية، والله أعلم. إذا رأى الشخص في منامه الديك الملون فهذا يدل أنه إنسان يتمتع بخلق حسن ومظهر جذاب ووسامة أمام الناس، والله أعلم. رؤية الديك الملون في المنام علامة على المال والثراء الذي يعيش فيه صاحب الرؤية في واقعه. رؤية الديك الملون علامة أن صاحب الرؤية لديه سلطة وصاحب قرارات حكيمة، والله الله أعلم. إذا شاهد الرأي في منامه نقرة الديك يدل على انشغال البال. اللي يشوفوا اللي الديك بينقره للأسف علامة اللي باله بينشغل، ولو النقرة جابت دم وعورته علامة اللي هو هيموت. والدليل على ذلك أن سيدنا عمر رضي الله عنه لما رأى في المنام أن ديك ينقره وجاب دم، بعد ذلك الطاغية اللي هو أبو لؤلؤة المجوسي طعنه واستشهد، والله أعلى وأعلم. رؤية نقرة الديك في المنام علامة أن صاحب الرؤية يواجه مشكلة ما في حياته تحتاج إلى الحل، والله أعلى وأعلم. رؤية الديك الأسود في المنام علامة، لو كان الديك الأسود جميل ومنظره اللي كويس علامة أن صاحب الرؤية في صراء جيله، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص في منامه الديك الأحمر علامة على السعادة التي يعيش فيها الأيام القادمة. إذا رأت العزباء في منامها الديك الأحمر تشير على زواجها من رجل صالح كانت تتمنى الزواج منه، والله أعلى وأعلى. يا الله يا عظيم. متزوج حلم إلقاء محاضرة بالناس تفسير يا شيخ. شفت يعني أنت بتدي محاضرة بالناس علامة اللي أنت عندك قرارات حكيمة في حياتك، والله أعلى وأعلم. وبتعرف تحل المشاكل بين الناس، والله أعلى وأعلم. مساء الخير متزوجة، حلمت أنزل من دودو كان لقيتهم في لباس داخلي.
عامة الإخراج من الجسم أفضل من الدخول فيه، يعني الديدان دي لو خرجت منك علامة اللي كان في مثلا آلام في جسدك هتخرج، أو حسد هيخرج خلاص، يعني في شيء كان بيأذيكي ربنا هيشيله عنك الأيام القادمة والله أعلم. رؤية زوجها يتزوج فتاة صغيرة وجميلة، يبقى أنت مهملة في حق زوجك، فخايفة زوجك يتزوج عليك والله أعلم. بس رجل مجهول ينادي بالأسماء، الجلوس في كرسي سوداء ونادى باسمه وفرحت، لكن لقيت الكرسي امتلأ عزباء. يعني هو نادى والكرسي انت لقيتيه امتلأ، يبقى في حد هياخد دورك ده، هواني يعني والله أعلم. يعني في حد بيتضايق منك، بيحقد عليكي، عاوز ياخد مكانتك في الدراسة والله أعلم. متزوجة حلمت بعينة حمراء وتعبانة يقول لي عيني أرجو مثل، حلمت عيني حمراء وتعبانة ويقول لي عين، يعني أنت شفت عينك تعبانة ورجعت زي ما كانت قصدك؟ رأيت ابن عمتي المتوفية وهو يضحك معاك. لو أنت شفت الميت وبيضحك معاك علامة إن ربنا غفر له وهو ينعم في الحياة البرزخية والله أعلى وأعلم. إنما لو كان الميت بيبكي علامة اللي هو بيتعذب أو عليه ديون، عاوز حد يسد، يعني لا كده لا كده. إنما بيضحك علامة اللي هو يعني ربنا غفر له وهو وضعه كويس في الدار الآخرة والله أعلى وأعلم. بتنظف الحائط في الماء علامة إن البيت دي كان فيه مشاكل وهتنتهي خلاص والله أعلم. والدي رأيتها عيونه حمراء تعبانة يقول لي عيني رجعوا مثل قبل، يبقى كان في شيء عامل له مشاكل في حياته وربنا هيشيل عنه الأيام القادمة والله أعلم. تفسير أكل التراب بالمعلقة على فكرة مش كويس. علامة الإنسان في تعب هيحصل له أو شيء مؤذي هيحصل له الأيام القادمة، فيخلي باله والله أعلم. بس يعني في شيء مؤذي هيحصل له الأيام القادمة والله أعلم. إذا رأى الشخص الديك في منامه يعني أن هناك رزقا وفير وأموال كثيرة يحصل عليها الرأي الأيام القادمة والله أعلى وأعلم. حلمت بجيران بيت جيران في السنة مكتوب رقم 8 في السماء. حلمت لا دي مش رؤية، دي حلمت بحماة الله يرحمها جن وشكلها زي وطليق جاب لعب عروسة قال بص شباب. لا دي مش رؤية برضو، ده أضغاث أحلام والله أعلم. أضغاث أحلام يعني دي أشياء الواحد كان بيفكر فيها وبعد كده شافها في المنايم، إنما الرؤية بتيجي مش على البال ولا الخاطر والله أعلى وأعلم. يعني